صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد يوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده بدايه اسبوع جديد وبدايه يوم جديد، ربنا يجعله ان شاء الله باذن الله مليان خير وبركه باذن الرحمن. بنحاول كده ان احنا نبقى داخلين دخله الاسبوع كده او دخله بدايه الاسبوع ما تبقاش وصفات تقيله علينا، الدنيا اصلا حر والواحد مش مستحمل، فاحنا عايزين حاجه نعملها غدا او عشاء او فطار حتى، بس في نفس الوقت ما توقفناش في المطبخ كتير. النهارده عاملين وصفتين، وصفه للعشاء حلوه جدا 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 ومنتشره في الفتره الاخيره دي على السوشيال ميديا، كل الناس اللي عاملينها على التيك توك يعني بيوفروا علينا كتير. وانا قلت لكم قبل كده ان الموضوع مش موضوع ان هو بيبقى تقليد على قد ما هو بننقل الحاجه اللي موجوده على السوشيال ميديا لامهاتنا اللي ما بيبقوش عندهم التواصل كويس قوي مع السوشيال، يعني ما عندهمش حته ان هم ايه يفتحوا الفيسبوك ويدوروا ان هو يشوفوا فيديوهات او على اليوتيوب او الكلام ده كله. فاحنا بالنسبه لكم عينيكم، احنا بنشوف الحاجات اللي هي المختلفه والحاجات اللي هي توفر عليكم كتير، وبحاول انقلها لكم عن طريق الشاشه المربعه الصغيره بتاعتنا دي. فالنهارده هنعمل وصفه جلاش حلوه جدا ومنتشره جدا في الفتره الاخيره، ده صنف عشا حلو قوي، وممكن تعمليها صنف ايه اللي هو مش هنقول غدا، ممكن اللي هو تصبيره، بس بيبقى حاجه حلوه قوي وفي حاجه موجوده عندك في البيت ممكن تكوني مش عارفه تستخدميها ازاي او ممكن ترميها، فاحنا برضو هنعمل لها اعاده تدوير. الصنف الاساسي بتاعنا النهارده هنعمل رول فراخ بصدر فراخ واحد، بتبداي ان انت تبططيه ونحشيه حشوه حلوه جدا، يعني هنقول ايه اقتصاديه فوق ما تتخيلي، بس في الاخر بيبقى شكلها ممتاز جدا مع حبه مكرونه، او عايزه تعملي لهم صوص ابيض كده او صوص بني مع حبه رز زي ما انت عايزه، زي ما انت عايزه توظفي توظفي. طيب بمناسبه الحر بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندور على وصفات تطري على قلبنا، ان احنا نطري على قلبنا بس في نفس الوقت ما نقفش في المطبخ كتير، مش عشان اطري على قلبي اقف مده كبيره في المطبخ اشتغل واعمل واسوي، لا، حاجه هنجيبها من السوبر ماركت اتحطت في الخلاط مع حبه حليب بقى عندنا صنف حلو في منتهى الجمال. دي الاصناف بتاعتنا النهارده وهنعرفها ونتعرف عليها بالتفصيل بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله باذن الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديك. رجعنا من الفاصل وهنعمل دلوقتي وصفه يعني مش هقول اقتصاديه لان هي مش اقتصاديه، مكوناتها كتير، بس الحلو فيها ان احنا ممكن نغير اي حاجه موجوده على حسب ما بتحبي. افتحي الثلاجه كده وقفي قدامها طلعي الجلاش، حتى لو مركون عندك بقاله شهرين ثلاثه ولقيتيه كسر والكلام ده كله مش هينفع ان انت تفرديه او تعمليه طبقات، ما عنديش اي مشكله. كده كده اللي انا هاخده النهارده ده حتى لو هو طازه انا هقطعه وهفرفته كده، ملوش اي علاقه باي حاجه. فلو عندك لفتين جلاش في الفريزر نسيتيهم نشفوا طلعيهم يفكوا وابداي كسريهم بايديك كده او خديهم على حرف السكينه هيطلعوا معاكي زي الفل. طيب ليه بقول النهارده المقادير ديت ممكن تغيري فيها؟ انا حاطه فيها ايه؟ حاطه جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا وحاطه لانشون متقطعه مكعبات صغيره وفلفل الوان من كل واحد نص حبايه، شويه زيتون، حبه فلفل حامي، ثلاث بيضات وشويه لبن. دي المكونات بتاعتنا. طيب ايه اللي ممكن تبدليه؟ انت ممكن تشيلي كل ده وتحطي اي حاجه موجوده عندك، ان شاء الله حتى تحطي على الوش حبه سوسيس، حبه بسطرمه يا ستي نشفوا عندك، حبه جبنه رومي كسريهم او ابشريهم، قرن فلفل حامي، طماطميتين كده قطعيهم مكعبات وحطيهم على الوش. وصفه من لا شيء. اللي موجود عندك في الفريزر اعمليه، واللي موجود عندك في الثلاجه اعمليه، مش هلزمك بمقادير معينه. طب انا النهارده حبيت اعملها بايه؟ زي ما قلت لك كده ان انا عاملاها بلانشون وعامله جبنه موتزاريلا ومقاديرها هينزلها حمدي دلوقتي. صباح الفل يا حمدي. صباح الفل يا مونتي. صباح الفل يا شباب، يومكم حلو زيكم يا رب ان شاء الله. صباح الخير يا هدى. هتنزل المقادير بتاعتها دلوقتي على الشاشه، بس قبل ما ننزل المقادير يا حمدي نفكر كده حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه علشان يتواصلوا بينا ونسمع كلامهم الحلو وصباحهم الجميل زيهم. من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600 في انتظار مكالماتهم ان شاء الله. بصوا كده شايفين المنظر انا بعمل ايه؟ انا ما بعملش اي حاجه غير ان انا بقطع الجلاش بالمنظر ده. ليه؟ علشان يتعمل كده. بصوا المنظر اسهل من كده مفيش، اسهل من كده مفيش. شايفين الشكل؟ الجلاش عندك بقى له فتره
بقاله مثلا مدة وانتي مش عارفة ان هو طلعتيه لقيتيه مكسر والكلام ده كله، ما عندناش اي مشكلة اهو. لفة الجلاش تعمل لك صينية، انا النهاردة عاملة لفتين جلاش، ممكن تعملي صينيتين، ممكن تعملي صينية كبيرة شرقي، هتطلع معاكي زي الفل، ولا توريق بقى ولا دهن ولا اي حاجة خالص. مقادير معانا على الشاشة، مقاديرنا النهاردة بتاعت الوصفة اللي انا قلت ممكن تغيروا فيها اي حاجة انتوا عايزينها. بتقول ايه يا رغدة؟ معايا النهاردة مستخدمة لفتين من الجلاش، ومعايا انا عايزة اشيلهم يا حمدي انزلهم كده، ومعايا لانشون وفلفل الوان مفروم، ممكن نص حباية من كل واحدة مثلا، وفلفل حامي برضو عايزة مفروم او شرايح زي ما حضرتك عايزة، معايا زيتون، ومعايا ميكس جبن شيدر بقى موتزاريلا، عندك حبة جبنة رومي، مش عايزة تحطي جبن خالص زي ما انت عايزة، ومعايا ثلاث بيضات وشويه لبن ولا اكتر ولا اقل. ومش هتلاقي اسهل من كده، ولا تفردي ولا تورقي ولا تدهني ولا الكلام ده كله خالص. الوصفه دي بقى لها فتره، الوصفه دي بقى لها فتره منتشره على التيك توك، ومنتشره على كواي اللي هي الابلكيشنات بتاعت الفيديوهات اللي هي السريعه، وناس كتير جدا جدا عملوها من كتر ما هي سهله. هي فعلا سهله وبسيطه ومش عيب على فكره، هو الموضوع المطبخ ده مش حصري على حد، مش عيب ان انا اشوف وصفه وعجبتني وان انا انقلها لكم، مش عيب خالص. يعني هي الوصفات ديت مش متسجله في الشهر العقاري باسامي ناس يعني، بالشكل ده كده. بصوا المنظر، في ساعتها في نفس اللحظه اهي، في نفس زيت اللحظه تلاقي ان انت قطعتي الجلاش بكل سهوله وبساطه. ممكن نعمل في اللفتين دول ان شاء الله حتى تعمليهم ثلاث صواني زي البيتزا كده، وكل صينيه تبقى بطعم مختلف. عندك حبه لحمه مفرومه حطيهم على واحده منهم، عندك مثلا شويه سجق حطيهم على واحده منهم، عندك علبه تونه حطيها على واحده منهم، يبقى انت كده عملتي ثلاث فطاير بالجلاش من غير ادنى مجهود. يعني ممكن لو حد من البنات دلوقتي اللي هم لسه في بدايه دخولهم المطبخ 12 13 سنه كده وعايزين يعملوا صنف ويطلع معاهم مضمون 100% ونتيجته هايله، يعملوا الصنف اللي احنا عاملينه ده النهارده. شفتوا المنظر؟ شفتوا الكميه من بتاعه لفتين جلاش عامله ازاي؟ طيب هجيب دلوقتي الصينيه الكبيره اهي، وممكن كمان نجيب صينيه ثانيه عشان انا حاسه ان الكميه كبيره علينا او كبيره على الصينيه. صينية مدورة وصينية مربعة اهي على حسب اللي موجود عندكم استخدموه. نعم انا مش سامعة، لا علي صوتك، انت لسه مفطرتيش صح؟ ايوه كده يا رغدة. ونصبح على منور ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، ازي حضرتك؟ صباح الجمال على عيونك يا ست الكل، عاملة ايه؟ حرفيا انا بموت فيكي وحياة ربنا. وحرفيا يجبر ربنا بخاطرك يا رب، اللهم امين. ممكن اسال حضرتك كام سؤال من فضلك؟ 10 اسئله واسالي براحتك. اولا انا عايزه اجيب عرض ريجينكس عشان حضرتك طبعا. هي فصلت؟ طب حاولي تكلميني تاني يا ام نور، لو رقمك معايا رغده كلميها واديها رقم ريجينكس. بصوا كده، دهنة زيت بسيطة في الأرضية علشان تطلع لنا الصينية إيه في منتهى الجمال بالشكل ده كده بالمنظر ده. دهناها وتمام وزي الفل، وارجع اروح واخده جزء من الجلاش بتاعنا كده واروح اعمل كده. بصوا، ولا ورقنا ولا دهنا ولا اي حاجه. في اسهل من كده؟ لا مفيش اسهل من كده. طبعا الكوانتر عندي نضيفه زي الفل، عشان كده انا حطيت عليه اصلا الجلاش من الاول. كده الصينيتين بقوا جاهزين عندنا علشان نبدا نعمل عليهم الحشو. تعالوا بقى نحط الحشوه كده. يلا يا حمدي. عندي زي ما قلت لكم عندي زيتون وعندي فلفل الوان وعندي ميكس من الجبن وعندي كمان شويه لانشون على شويه فلفل حامي. هنعمل واحده بارده وواحده حاميه.
عشان الناس اللي ما بتحبش الحاجة الحامية تبقى بالنسبة لها ايه الدنيا امان. سامعني اللي ما بتحبش الحامي؟ ماشي يا منت. بصوا كده هقسم الحشوتين، الحشو على اتنين، نعمل واحدة حامية هنا الأصفر أكتر من هنا، نعمل واحدة حامية وواحدة لأ هنا، دي هتبقى حامية قوي قوي عشان أنا حاطة فلفل أحمر وأخضر، الزيتون نقسم هنا جزء، البيض والحليب هيتحط عليهم ملح وفلفل أسود، وخلوا بالكم احنا حاطين زيتون فالزيتون أصلا بيبقى حادق، فنخلي بالنا إن احنا ما نزودش الملح قوي. هنا حبة من اللانشون، وعايزه تعملي بسطرمه او تونه طبعا يرجع لك انت وعلى حسب اللي موجود عندك في البيت، مش عايزاكي تجيبي حاجه من بره بالشكل ده كده. الجبن شفت كله مع بعضه ازاي؟ اسهل من كده مفيش. ونصبح على زينب نقول لها صباح الهنا. الو الو صباح الفل، بحبك قوي وبموت فيكي والله. ما نحرمش منك ابدا يا رب، تسلميلي. انا بتفرج عليكي من وانا صغننه. يا انت عندك كام سنه؟ انت لسه صغننه برضو، عندك كام سنه؟ عندي 14. ما شاء الله عليكي، صوتك صغنن خالص. بحبك قوي والله، ما نحرمش منك. زوزو انا عايزاكي النهارده تخلي ماما تجيب لفه جلاش وتعملي الوصفه اللي بنعملها دي. ان شاء الله انا بجرب كل وصفاتك يا حبيبتي. تسلم ايديك يا رب، وصحتين وعافيه على قلب اللي بياكل. انا عايزه طريقه اللانشون والفراخ المقرمشه. عينيا الاثنين، حاضر حضريهم يا رغده وننزلهم عشان خاطر زينب. عيوني الاثنين يا زوزو، نورتيني. بصوا عملت ايه، حطيت شويه فلفل اسود على البيض وحطيت ملح بسيط لان احنا الحشوه بتاعتنا فيها زيتون فمش عايزاها ان هي تبقى مملحه قوي، ورحت حطاهم على منتي بيقول لي ينفع نحط فلفل ابيض علشان ما يلونش كده؟ لا هو شيء طبيعي ان هو يلون عادي علشان البيض اللي احنا حاطينه، بس لو في ناس بتحب الفلفل الابيض ما فيهاش اي مشكله، بس الفلفل الاسود يا منتي بيدي تطعيمه وتست اعلى. لا خالص، في ناس فعلا هتقول لي ممكن احط فلفل ابيض، اه ممكن عادي، وممكن في ناس تحط بابريكا، وممكن عايزه اقول لك ان ممكن ناس تحط على الحشوه والتتبيله دي فص توم صغير، ممكن تحط سنه كزبره، شويه بقدونس، كلها متاحه ايا كان اللي هم عايزينه. بصوا كده، دي اللي هي الحشوه اللي هي البارده اللي ما فيهاش فلفل حامي، وادي اللي فيها فلفل حامي مكترها شويه عشان هي هنعمل الصينيه الكبيره هي اللي حاميه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله عليك. تعالوا بقى كده ناخد اللي هي دي، وابدا ان انا اشتغل بايديا عشان اوزع كويس. بصوا تبقى عامله زي البيتزايه، ولما تدخل الفرن الحليب والبيض اللي احنا حطيناهم هيمسكوا كله مع بعض ويبقى في منتهى الجمال. بالمنظر ده كده بنغطيها خالص. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 علشان يسوي لي كويس، ويفضل ان انت ما تولعيش فوق، يعني خلي 180 دي علشان البيض ياخد وقته في التسويه. بصوا انا كده عملت الحشوه كلها، طبعا الحشوه اصلا فيها بيض مع الحليب اللي احنا حاطينه، بس مش عايزه اكتر من كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى للثانيه اللي هي المدوره، وادي الحشوه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عملتي صينيتين من لفتين جلاش من غير وجع قلب ومن غير توريق ومن غير دهن، وتحطي طبقات والكلام ده كله، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. عايزه بعد ما تعملي ده، يعني ممكن تعملي الحشوه وتسيبي البيض والحليب بره، بعد ما تحطي الحشوه تروحي حاطه الحليب والبيض على الوش، ما عنديش اي مشكله، ده كده هينفع وده كده هينفع.
نصبح على شيماء ونقول لها صباح الهنا. الو شيماء، فصلت. حاولي تكلميني تاني يا مشمش. بصوا كده، خدت كل الحشوة اهي حطيتها، وارجع اللي فاض من الحليب والبيض على الوش. بسم الله ما شاء الله عليها. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، وهنقفل تحت، هنقفل فوق ونشغل تحت بس. ليه؟ علشان انا مش عايزاها تدخل تاخد الوش بتاعها ويبقى الجلاش من جوه ني، انا مش عايزه حاجه زي دي. تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعمليها بقى عشاء، هي للعشاء حلوه جدا جدا جدا. تعمليها كده اللي هو ايه، بين الغدا وبين العشاء، اللي هو اسفه، بين الفطار وبين الغدا، اللي هو انت قايمه الساعه مثلا ايه 12 من النوم كده، وولادك نفس النظام، ومش عايزه تعملي فطار وفي نفس الوقت لسه ما هتعملي غدا، فتروحي مطلعه لفه الجلاش مكسراها ومقطعاها على حبه الحاجه اللي موجوده عندك في الثلاجه، تعمليها لهم، حطيتيها في الفرن 10 دقائق وتوكليهم على ما تعملي الغدا بتاعك براحتك ودايما عامر يا رب. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نشوف ايه هو رول الفراخ المحشي خضار دوت، وبيتعمل ازاي، وهيتقدم ازاي، وازاي من صدر فرخه واحد نبططه ونفتحه علشان يدينا الرول اللي احنا عايزينه. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبركه. رجعنا من الفاصل. دلوقتي هنعمل ايه؟ حطينا الجلاش بتاعنا في الفرن يستوي براحته بقى، وتعالوا اقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. حطوا على النار حله فيها ميه، وهيتحط فيها دلوقتي ادي طماطم وجزر ولورا بودر وحبهان بودر، ومعاهم كمان ملح وفلفل اسود. ده علشان ايه يا نونا؟ ده علشان هنسلق رول الفراخ اللي احنا هنعمله دلوقتي ونحشيه. هسيبها كده تغلي مع نفسها واغطيها، ونيجي دلوقتي نعمل ايه؟ عندي ووك تاني على النار او طاسه او حله صغيره زي ما انت عايزه. كل اللي هعمله هروح حاطه فيهم حبه من الزيت بالشكل ده كده، يتقدحوا علشان انزل عليهم بباقي المكونات. باقي المكونات اللي هي ايه؟ حمزه هينزلها لنا حالا على الشاشه. مقاديرنا بتقول ايه في رول الفراخ بالخضار يا حمزه؟ معايا اربع صدور فراخ. انا ليه معايا اربع صدور؟ لان عاملين اتنين نسخه اهو، والاتنين التانيين هنعملهم قدام حضراتكم دلوقتي. طيب معايا ايه؟ الحشوه مشروم شرايح، فلفل الوان، هو مش شرايح هو مفروم. معايا فلفل الوان مفروم بسله بجزر، ومعايا ملح وفلفل اسود. اسهل من كده مفيش. حبه الزيت اتحطوا، انزل عليهم على طول بالمشروم. بسم الله. يتشكشك كده مع رشه فلفل اسود ورشه ملح، وارجع بعد كده انزل عليه بالفلفل، وفي الاخر خالص البسله بالجزر. يتشكشكوا معايا كده ويبداوا ان هم يدخلوا في السوى، واسيبهم يبردوا شويه او يهدوا من السخونيه، وارجع بعد كده ابدا احشي بيه. طيب على ما الحشوه بتبرد معايا بكون عامله ايه؟ بجيب صدور الفراخ اللي هو الصدر سليم، وابدا ان انا افتحه وبططه بالشكل ده عشان يديني الحجم ده لصدر الفراخ اللي حضراتكم شايفينه ده، ويتبطط على كيس تلاجة مفتوح ويتساب عليه، علشان لما نحشي هنلفه على كيس التلاجة ونبدا بعد كده نحطه في السريش. المشروم كده اتشوح معايا في شويه من الزيت مع رشه ملح وفلفل اسود، هنزل بالفلفل الالوان. عايزه تحطي فلفلايه سبايسي ماشي، مش عايزه يعني ملهاش داعي، على حسب ما تحب. بالشكل ده كده يتشوح كله مع بعضه، انزل بالبسله والجزر واشوح كله مع بعضه بالشكل ده، اظبط الملح مع رشه فلفل اسود كمان بسيطه واشوح كده. يعني هناخد 10 دقائق تشويح، وبعد كده على انه يكون دخل في التسويه كده كده هيكمل تسويته في النار مع الفراخ. طيب لو مش عايزه تكملي تسويته هنا كده كده في وقت لتسويه الفراخ، يعني هي تتشوح تشويحه حلوه كده ونرجع بعد كده نحشيه. طيب
على ما الحشوه تتعمل معانا تعالوا دلوقتي نعمل صنف تاني خالص، او قبل الصنف التاني خالص يا حمدي تعالى كده نجيب صينيه صغيره نحط فيها الرول اللي احنا عاملينه، وهوريكم شكله دلوقتي عامل ازاي. الرول لما بيستوي بيبقى بالشكل ده، شايفين شكله؟ اهو ماسك نفسه اهو، ولا فاكك ولا اي حاجه، وادي الحشوه من جوه اهي. هعمل ايه؟ هروح جايباه حاطاه في صينيه بالشكل ده كده، واروح جايبه معلقتين صلصه طماطم واحط عليهم شويه من الزيت، واحط عليهم كمان حبه من الملح والفلفل الاسود، واقلبهم كويس مع بعض، وادهن بيهم الرولين بتوعنا، واحطهم في الفرن تحت الشوايه. انا مش عايزه ان هو يكمل تسويه، لا انا عايزه بس ان هو ياخد لون، لون التتبيله اللي احنا حطيناها دي. ادي شويه زيت مع الصلصه، سنه من الملح، سنه من الفلفل الاسود، التشويحه معانا ماشيه تمام وزي الفل وريحتها هايله. هقلب ده كله كده مع بعضه، وابدا ان انا ادهن بيهم الرولات بتاعتنا. بسم الله. اسهل من كده مفيش. عايزه بقى تعملي تتبيله ثانيه، عايزه تحطي مثلا شويه كاتشب مع بابريكا مثلا، عايزه تحطي حبه باربيكيو، عايزه تحطي مثلا شويه دبس رمان مع معلقتين صلصه الطماطم، زي ما انت عايز، اللي انت حباه اعمليه، والتطعيمه اللي بتحبيها امشي عليها بالشكل ده كده. وهوريكم دلوقتي هنلفه ازاي، ولما نيجي نحطه في الميه هو بيتلف في استريتش، وبعد الاستريتش بيتلف بورق فويل ويتحط في الميه ويتغطس، علشان نحط له تقاله علشان تبقى كلها تسويه واحده، ما يبقاش حته استوت وحته لا، بالشكل ده كده في منتهى الجمال. تعالوا دلوقتي نحطه في الفرن علشان ياخد اللون اللي احنا عايزينه، على ما نشوف هنعمل ايه. الجلاش معانا ماشي تمام وزي الفل، ممكن نلف دي كده، هتيجي جنبها مش هتيجي جنبها. طيب واحنا ممكن نطلع دي، حد ياخدها يحطها في الفرن التاني. انا سايبه الماء ماسك اهو، ونبدا ان احنا نحط دي كده، او ممكن كمان نعمل ايه يا حمدي، ننزل الجلاش تحت. ونحط الرولات بتاعت الفراخ هي اللي فوق تحت الشواية علشان تاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه، وبعد كده نطلعها نقطعها ونشوف هنقدمها مع ايه النهاردة. طيب نرجع تاني للحشوة اللي على النار ماشية تمام وزي الفل، اشيلها بقى من على النار واروح جايبة بولة فرداني كده واروح مفضياها. ليه؟ علشان انا عايزاها تبرد بسرعه. ممكن اسيبها في الطاسه، لكن الطاسه اصلا سخنه، ولو سبتها في الطاسه هتاخد وقت على ما تبرد، فهحطها في البوله كده واسيبها تبرد شويه. على ما تبرد شويه تعالوا نعمل صنف تاني خالص على ما الحشوه تبرد. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل صنف حلو ومبرد على كده، يعني ايه؟ يطري على قلبنا، يطري على قلبنا، تبقى ساقعه وما تقفيش كتير في المطبخ. انا مش عايزاكي تقفي كتير في المطبخ وتقضي يومك كله في المطبخ. طيب المقادير بتاعتنا ايه يا حمدي؟ في اللي هنعمل النهارده ايه؟ ميلك شيك، ميلك شيك بالايس كريم. اهي ايس كريم جاهز خالص بالشكل ده اهو، ادي الحليب ومعايا عسل. ميلك شيك ميكس، ميكس اللي هو ايه؟ شوكولاته مع فانيليا. ايس كريم نص لتر حليب وعسل ابيض. طيب بنعمل ايه؟ بعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بمسك الايس كريم، شايفين اهو، بحطه بالبسكوت بتاعه كله، يعني مش باخد الايس كريم، لو مش يعني ما اجيبش علبه، ما اجيبش علبه ايس كريم واخد الايس كريم لوحده، لا انا عايزاها بالبسكوته بتاعتها اهو. بصوا المنظر. وهحط كمان معاه ايه؟ اللي هو
الايس كريم اللي هو ده، مش هينفع اقول اسمه طبعا على الشاشه، بس احنا كلنا عارفينه يعني. بالشكل ده كده، ويا دوب عسل نحل كده مش كتير، علشان انا هحطه اصلا في الكوبايات. وهنضرب كله مع بعضه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة الايس كريم اصلا طالعه مع الحليب في منتهى الجمال. بسم الله. اروح ماسكه كده. كوباية يعني زي ما بيقولوا كده مغذية المناعة، يعني بنقوي المناعة بطريقة غريبة الشكل، علشان ولادنا اللي ما بيحبوش العسل النحل حاطين لهم في حاجة استحالة استحالة هيرفضوها. نبدأ نصب عليه كده، واحنا بنصبح على مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنصبح على ماما نقول لها صباح الهنا، صباح الجمال على عيونك يا ست الكل، عاملة ايه؟ حبيبتي ما نحرمش منك ابدا، تسلميلي. قد الدنيا دي كلها. الله يسعد قلبك يا رب وعمرك. ما نحرمش، بحبك كده، بصي حب ما يوصفش. حبيبتي على راسي، ما نحرمش منك ابدا، تسلمي. والله يا شفنونه بنحب ليكي يا شفنونه، انا بحلم بيك وحياتك كده. حبيبتي الله يبارك لي في عمرك يا رب. كل شويه وانا نايمه كده متهيألي لو سمحت اكلم الشفنونه، لو سمحت اكلم الشفنونه. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي تسلميني. ما نحرمش منك يا ماما. قفلت ولا ايه؟ تسلميلي يا ماما، تسلميلي. انا بقى هقول للمخرج بقى على حاجه، حضرتك تكلميني بقى يا شفنونه لو سمحتي. عينيا الاثنين والله. حاضر عينيا. يا شفنونه انا هشتكي للمخرج بقى. هتشتكي للمخرج. حاضر عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. عيوني يا ام مي، عيوني. فعلا انا قلت كده برضه. عيوني ليكي يا ام مي. كده. مش عايزين اكتر من كده، ولا قاعده في كافيهات، ولا قاعده في اي حته، ولا تكلفه كتير. عملت ده قلب مكسور. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعتبر ايه، عملنا صنف. صدقي يا رغده اهو، الله يرزع على نفسك. حلو كده. عملت مشروب حلو جدا، ما خدش مننا وقت ولا حتى تكلفه، يعني انت عندك حبه حليب بقى في البيت، يا دوبك جيب عليهم قطعتين الايس كريم من بره وخلاص الموضوع انتهى، ما فيش اسهل من كده. نحطهم بقى على بلانشه كده، نجيب بلانشه في الفاصل ونحطهم عليها. طيب تعالوا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ نبص بصه سريعه كده. الجلاش ماشي حلو قوي قوي، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بص كده شايفين الشكل عامل ازاي؟ يعني 5 دقايق وهنطلعه من الفرن، والفراخ من فوق بتاخد بدأت تتشمع برضو، بدأت الصلصة تمسك فيها وبدأت ان هي تتشمع وتنشف. هنسيبها كده تحت الشواية لحد ما نشوف هنعمل ايه. يلا بينا توكلنا على الله، نعمل بقى كده ونيجي نلف الرولات بتاعة الفراخ بتاعتنا. الحشوة هديت شوية، نبدأ بقى دلوقتي نلف. المية بتغلي عندي على النار، أكون محضرة إيه؟ محضرة استريتش ومحضرة ورق فويل، علشان هو اللي هلف جواه، علشان ما يبقاش الفويل على الأكل على طول ونرجع بعد كده إن هو يسبب لنا مشكلة. بسم الله. آدي الاستريتش وآدي الفويل. زي ما بيقولوا كده اهم من الشغل ظبط الشغل. يعني ايه؟ يعني قبل ما اعمل اي حاجه اظبط حاجتي، علشان ما ابداش احشي وايديا تبقى مثلا مكان الاكل، وارجع امسك الفويل وارجع انادي على حد، ومثلا لو حد مش موجود فليه نعمل في نفسنا كده؟ لا، نوضب حاجتنا الاول كده اهي. انا مثلا هعمل صدرين، يبقى انا هحضر لفتين كده اهي. ادي اول واحده،
وادي التاني. وبالنسبه للاستريتش كده نجيب سكينه كده، بسم الله بالشكل ده كده، واحطها على الفويل. يبقى انا جهزت اول لفه بالنسبه لي، علشان لما احط ايدي في الحشوه خلاص ما ايه ما احتاجش ان انا افك ايديا كل شويه ولا اروح اغسلها ولا اقلع الكلوفز لو انا شغاله بكلوفز. لا، يبقى انا ايه محضره حالي اهو، محتالي وانا شغاله علشان يطلع معايا زي الفل. بسم الله. وادي الثانيه. يبقى انا كده بقى جاهز عندي اللفتين اللي هشتغل بيهم على عدد الرولات اللي هتتعمل. طيب ارجع بعد كده اجيب اهي، ادي اول صدر فراخ معانا اهو، واروح حطاه كده. وادي التاني. بسم الله. واروح حاطاه برضو كده. بصوا انا جهزتهم يا دوب ان انا احشي والف على طول، علشان ما احتاجش ان انا انادي حد يشتغل معايا او يعمل حاجه معايا. طيب كده تمام اهو، واهو الحشوه موجوده. واروح جايبه كده معلقه، وطبعا هي بردت وتمام وزي الفل. ابدا ان انا اجي على الطرف كده، مش الطرف قوي يعني، اكون سايبه حته عشان اعرف الف، واروح عامله كده مشروم وبسله وجزر وفلفل الوان. طيب التانية كده. طيب نونا، هو لو فضل معايا بسله وجزر ومشروم زي اللي انت عامله ده اعمل ايه؟ في ساعتها اغسل كوبايه رز كده واروح قلباه عليه ومقلباه مع بعضه في حله بحبه سمنه او بشويه زبده وزيت وحبه توابل او مكعبين مرقه، واروح عامله حبه رز بالبسله والجزر جنب صنف الفراخ، هيطلع برده معاكي زي الفل. يبقى احنا كده برده ما هدرناش اي حاجه. طيب انت عامله حاجه جنبهم وعايزه تصبيره، عايزه تاكلي حاجه سريعه وفاضل حبه بسله بالجزر بالشكل ده، هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ كل اللي محتاجاه منك بيضتين. حطي البسله بالجزر ديت في طاسه تيفال مثلا او اي طاسه، وافتحي كده فيهم اتنين عين، وافتحي فيهم بيضتين ورشه ملح ورشه فلفل اسود من على البيض من فوق، وغطيهم. بقى عندك صنف تصبيره تاكلي منه مثلا مع اولادك لحد ما تبداي تعملي الغدا، ويبقى من حاجه موجوده عندك في البيت ومش هتقولي هعمل بيها ايه. طيب بصوا كده، ابدا ان انا اروح جايبه الاستريتش كده لوحده من غير الفويل، واروح عامله كده. شايفين بيتلف بكل سهوله ازاي؟ اهو انت كل اللي بتعمليه بتلف الفويل اللي بتلف الاستريتش اهو، واروح عامله كده عند الاخر، واقفل من هنا كويس قوي كده، واقفل من هنا كويس قوي كده، واروح لفه عشان ما تشيلوش من ايدك ويفك، واروح جايه اهو كده، واروح عامله كده. بصي مفيش اسهل من كده، واجي من هنا من اخر الرول اروح عامله كده، واجي من هنا من اخر الرول اهو، انا بحسس اهو هنا اهو، عرفت ان هنا اخر الرول، اروح عامله كده واروح برمه كده بالشكل ده. تين اول الاستريتش، واروح لفه كده واكمل لفه عادي اهو، وعند اخر الاستريتش اروح عامله كده، واقفل من هنا واقفل من هنا، وعشان ما اشيلهوش من هنا لهنا عشان الف، لا اهو اروح لفه كده، وابدا ان انا اهو يطلع معايا زي الفل. طبعا مجرد ما ينزل الميه السخنه هيتقفل على بعضه والمسام بتاعته تتلم ويستوي معايا اسهل من كده مفيش. طيب اما اجي بقى احطه في الحله اعمل ايه؟ انا محتاجه تقاله. يعني ايه تقاله؟ يعني يا اما طبق يا اما غطا اصغر من الحله نفسها. ليه؟ علشان انا عايزاه يسقط تحت. لو جيت دلوقتي حطيته
في الحله هلاقيه عايم فوق علشان الفويل بتاعه، لكن انا عايزاه يسقط تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده كده مش هيطلع، لان انا يعني اتزنق في الحله، الحله صغيره فهو اتزنق بين الناحيتين. رحمنا كده. طبعا هو جوه طاري لسه، فانا اللي بتحكم فيه اهو. لكن لو هم معمولين رولات صغيره والحله كبيره، شيء طبيعي ان هم يطلعوا على الوش. فاروح جايبه يا اما طبق واحطه واحط غطا الحله، يا اما غطا حله اصغر احطه واروح كبسه بالغطا بتاع الحله الاساسي عشان يفضل ان هو متغطي بالشكل ده. ارجع اعمل كده واحسب على ايديا، يعني بنقول من نص ساعه لساعه الا ربع، عشان اضمن ان الفراخ تبقى مستويه، الحشوه اللي جوه مستويه، يطلع لي يا دوب مجرد ما اطلعه. احسبي على الوقت، عشان مش هينفع ان انت تطلعي الرول تفتحيه وتشوفي تسويته عامله ازاي وترجعي ترجعيه تاني. فمن نص ساعه لساعه الا ربع تطلعيه من الميه، تسيبيه يهدى خالص، يهدى خالص ويتصفى خالص من الميه، تبداي تفتحي بالراحه. هيطلع لك رولات بالشكل اللي احنا عاملينها دي، هيطلع لك رولات كده. تعملي اللي هي الصلصه والدهان اللي احنا عملناه، وترجعي بعد كده تحطيها تحت الشوايه، وترجعي بعد كده لما تاخد اللون اللي انت عايزاه تطلعيها وتسيبيها تهدى خالص، وبعد كده تقطعيها حلقات وتقدميها بقى جنب رز، عايزه تقدميها جنب مكرونه، عايزه تقدميها جنب بطاطس بوريه او ماش بوتيتو زي ما احنا عاملين النهارده، على حسب ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين كده صينيه الجلاش الله اكبر عليها، تحفه 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 تحفه. دي كانت صينيه الجلاش، رولات الفراخ عملناها وحطيناها في الفرن. في الفاصل هعمل ايه؟ هطلع الرولات دي ابدا ان انا اقطعها بالراحه علشان نشوف هنقدمها ازاي جنب البطاطس المهروسه، ونبص كمان بصه على صينيه الجلاش اللي احنا حطيناها في الفرن التاني. وخليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. ورجعنا من الفاصل. زي ما انتم شايفين كده سفره ببلاش، والله العظيم السفره النهارده بتاعتنا ببلاش، جلاش ببلاش، والفراخ حاطين تحتيها بطاطس مهروسه بالشكل ده، علشان لو حبيتي تقدميها بنفس الشكل اللي احنا عاملينه. اللي تحت ده بطاطس مهروسه بحليب وزبده، وعاملينها بمعلقه الايس كريم، ورحنا مقطعين الرول بتاع الفراخ اللي كان في الفرن، طلع معانا بالشكل ده. بيتهيألي احلى من كده مفيش. طيب تعالوا بقى دلوقتي نلبي طلباتكم، انتوا بتأمروا وانا بنفذ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الصابونه خلاص اتوفرت، الناس اللي كانت زعلانه والناس اللي حجزت على انها اول ما يعني اول ما تيجي الصابونه على يوم الثلاث ان شاء الله يبداوا ان هم يستلموا، مفيش مشكله خالص، والصابونه جت. الصابونه جت. الناس اللي استلمت ثاني يوم اول ما اتكلمت عن الصابونه، والناس اللي استلمت وكاتبين لي اشعار الاشعار على الصابونه، والله العظيم يعني كلامكم على راسي وما نحرمش منكم ابدا يا رب. والناس اللي استفادت بالعرض، والناس انا اتفاجئت ان في ناس بتسال على عروض قديمه، في ناس يعني لسه واخدين العروض القديمه وناس وعايزين الصابونه لوحدها، وفي ناس يعني خدت عرض واتنين وجايه عشان تاخد التالت اللي هو في الصابونه. والله العظيم الناس لما بلاقيها ان هي بتطلب واحد واتنين وتلاته، ما هو لو كانوا جابوه اول مره وما كانش عجبهم ولا جاب معاهم نتيجه، ايه اللي يخليني احط فلوس تاني واطلب مره كمان؟ لا ده مش مره كمان، لا ده مره تالته كمان. فربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. طيب قبل ما نتكلم على العرض، قبل ما نتكلم عن اي حاجه خالص، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالكيو ار. الكيو ار ده اللي بيدخلك على صفحه ريجينكس بطياره كده على طول، تلاقي نفسك جوه الصفحه من غير ما تحسي. طيب كل اللي محتاجاه من حضرتك هتعملي ايه؟ هتفتحي الكاميرا بتاعه الموبايل بالشكل ده كده، وتقربي الكاميرا اكنك هتلقطي صوره على الكيو ار اللي محطوط، تدوسي على اللينك اللي بيطلع هيدخلك على طول على صفحه ريجينكس. ايه دخلتني على الفيسبوك التاني. دخلتني على عيد ميلاد طه. كل سنه وانت طيب يا طه.
عايزه اقول لطه مساعد اخراج فلور جميل جدا، انا عارفاه من كذا سنه مش السنه دي بس، عايزه اقول له كل سنه هو بمليون خير والسنه دي يكون محقق كل اللي يتمناه يا رب، اللهم امين. بصوا كده دي صفحه ريجينكس اللي دخلناها على طول، وادي العرض بتاعنا نازل من دقيقه اهو. ريجينكس والشيف نونا دايما عند حسن ظنكم، وفرنا كميه جديده ليكي، الحقي احجزي وخدي الصابونه لاختراع هديه. العرض بتاعنا ايه؟ اتنين غسول واتنين بشره معاهم الصابونه هديه. صابونه ايه يا نونا دي؟ انا كنت مسافره في مصيف وبصيف مع العيال ومش عارفه كنت بتتكلمي عن ايه، هقول لك حالا بس بعد ما تخشي على الرقم ده. شايفين الرقم ده؟ نقرب منه يا حمدي لو سمحت. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم الاشعارات اللي هي اللي جايه فوق ديت، ناس بتسال على العرض. لا والله. ادي الرقم بتاعنا، والرقم دوت عليه واتساب وعليه اتصال، وان انت تتصلي وتدوسي على رقم واحد او اتنين او ثلاثة علشان تطلبي اللي انت عايزاه، تمام؟ اهو ادي، تصدق الرساله فعلا جت فيها قلوب حمراء يا منتي. ادي الرقم اهو، تسجليه بسرعه، تاخديه صوره دلوقتي وتحفظيه عندك على الموبايل. وادي البوست اللي تطلبي من عليه عرض النهارده، اتنين غسول واتنين بشره وصابونه هديه. نونا انا بقالي يومين كده ما فتحتش التلفزيون، وطلعت النهارده عشان اتفرج عليكي عشان وحشتيني، ولقيتك بتتكلمي عن صابونه. ايه الصابونه دي يا نونا؟ الصابونه دي اهي، اهي الصابونه اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تعالوا كده نفتحها ونتعرف عليها. طبعا دي اللي انا كنت فاتحاها يوم الخميس وشايله الاستيكر بتاعها من عليها. الصابونه اهي، انتعاش مفيش زيه، مجرد ما تفتحي العلبه والريحه بتاعتها انتعاش مفيش زيه. ادي الصابونه فعلا. عموما انا ما بحبش الصابون، حتى صابون الوش اللي احنا بنجيبه عشان نغسل بيه ايدينا، ما بحبش الصابون الملون اللي هو الغامق دوت، حتى لو لونه بامبا او ابيض او الكلام ده كله، احب الصابونه الشفافه. فاكرين كان في صابونه زمان كده وبنجيبها لحد دلوقتي، والله العظيم كنت بستخدمها قبل ما استخدم صابونه ريجينكس، اسمها صابونه الجليسرين. هي بتتباع كده في الصيدليه او عند العطار على حسب ما انت ما بتجيبيها، اسمها صابونه الجليسرين. حاجه كده تمسكيها تصبني بيها ايديكي، يا دوب هي حبه ميه، تعملي لفتين ثلاثه كده، حبه رغاوي، نعومه غير طبيعيه. فدايما استخدموا الصابون اللي هو الشفاف اللي ما بيبقاش داخل فيه لون وكيماويات كتير اهو. طيب الصابونه دي مكوناتها ايه؟ انا اتكلمت عن قبل كده عن مكوناتها وقلت ان هي مستخلص من الكولاجين والكافيين، ده غير زبده الشيا. طبعا احنا كنا كلنا عارفين هي بتعمل ايه زبده الشيا، بس اهم حاجه والتركيز بتاعها الاكتر هو الكافيين. وارجع واقول تاني، هو الكافيين ينفع للبشره؟ الكافيين بيعمل ايه للبشره يا رغده؟ لا ما انت عارف الكافيين بيعمل ايه للبشره. عايزاكي تمسكي الموبايل كده بعد الحلقه ما تخلص وخشي في السيرش كده او البحث بتاع جوجل واكتبي فايده الكافيين للبشره. طيب عدي ورقه وقلم وعدي ورايا. حماية الجلد من الأمراض السرطانية، تخفيف تورم البشرة. يعني إيه تورم البشرة؟ يعني أنت لو نمتي وقمتي ولقيتي وشك مورم، أو خرجتي في الشمس ومشيتي في الشمس كتير ووشك التهب وأحمر والكلام ده كله، استخدمي صابونة ريجينكس هيخفف معاكي التورم ده. لو أنت رحت المصيف وفي، أنا ولاد أختي وبنتي أيتن كانوا في المصيف في آخر مرة في مطروح، و ناموا وقاموا من الشمس والشمس كانت صعبه قوي، ناموا وقاموا وشهم منفخ قد كده وعينهم مقفوله اكن في نحله قرصاهم، هو احنا ما كناش شايفين ملامح وشهم اساسا. لما يحصل حاجه زي كده دي ما تستغنيش عنها في المصايف. دي قبل اي حاجه بتحضري شنطه المصيف تاخديها معاكي. طلعتي من الميه بتاعه البحر وجسمك ملتهب ومحمر، خدي الشاور بتاعك واعملي بالصابونه بتاعه ريجينكس. وشك اتعمل من الشمس وطلع له حبوب او احمر او زنهر، استخدمي صابونه ريجينكس. طبعا المصايف كتير الايام ديت، ودي اهم من الاكل والشرب. دي في شنطتك اهم من الاكل والشرب، زي ما بنروح كده نشتري سان بلوك ونشتري معرفش ايه علشان الناموس والكلام ده كله، دي اهم منهم. تستخدميها مفيش حمار في وشك، لو عندك اصلا وشك كان فيه حب شباب وفي اثار موجوده او حب شباب موجود، دي هتضيعه. بتورد وبتعمل نضاره في البشره مفيش زيها اتنين. نصيحه مني علشانكم وعلشان خاطر ولادكم، دي ما تتسابش في المصيف. تطلبيها دلوقتي لو انت مسافره، ولو انت مسافره خلال الاسبوع دوت اطلبيها من فريق ريجينكس وقولي لهم انا مسافره مصيف وعايزه الصابونه معايا. هما يعملوا لك استعجال الاوردر بتاعك ويديهولك ويبعتهولك بسرعه. فدي ما تسيبلهاش في المصيف.
علشان اللي هي بتعمله علشان حمار الوش وعشان الشمس وعشان الالتهابات اللي بتحصل من ميه البحر. بتعمل ايه تاني يا رغده؟ بتعزز الكولاجين اللي موجود في البشره اصلا علشان ان هو يطلع ويخلي بشرتك نضره وفي منتهى الجمال. ايه كمان؟ دي كمان نستخدمها مع الكريم بتاع الجسم بتاع ريجينكس علشان تخفيف السلوليت، بيدوا نتيجه الاثنين مع بعض، بيدوا نتيجه مليون المية. يعني لو كريم السلوليت بيدي نتيجه 100% بس بياخد معاكي وقت، لا الصابونه بتاعت ريجينكس بتسرع العمليه. يعني لو هتاخد مثلا وقت معاكي من الكريم بس هياخد معاكي مده شهر، لا الصابونه هتقلل المده علشان بتسرع الموضوع دوت. طيب حاجه ثانيه، عين البنده. ايه عين البنده دي يا نونا؟ اول مره تتكلمي عنها. عين البنده دي اللي هي الهالات السوداء اللي تقفي قدام الواحده كده اهوت، او البنت او الراجل، مش شرط البنت بس، تلاقي تحت عينيها اسود وحوالين عينيها اسود. اول ما تشوفيها تقولي انت عامله زي البنده كده ليه؟ ده التشبيه الصح لما بيكون فيها هالات سوداء حوالين العين. انت عامله زي البنده كده ليه؟ هو انت بتشربي حاجه؟ ده انت لو مدمنه شكلك مش هيبقى عامل زي كده. مش احنا بنقول لاولادنا كده؟ طبعا مع السهر ومفيش دراسه ومفيش نزول بدري والكلام ده كله، فيسهروا طول الليل ويناموا لهم ساعتين بالنهار، يقوموا اكنهم عاملين زي المدمنين، ربنا يكفينا الشر. الحل اهو، تستخدميه لبشرتك بيخفف من الهالات السوداء خالص، تحسي ان وشك نور، رجعتي بني ادمه زي الاول، مفيش حاجه اسمها البنده دي خالص. بتعمل ايه تاني يا رغده؟ النضاره بقى بتاعت البشره ديت مفيش فيها اتنين. طيب نستخدمها ازاي عشان تدي نضاره للبشره؟ احنا عارفين ان كريم ريجينكس اساسا بيشيل التجاعيد بتاعت الوش وبيحارب كبر السن، ودي نفس النظام. الكافيين بيحارب علامات التقدم في السن، بيحاربها، مش ان هو بيضيعها او ان هو بيحاربها. فلما تستخدميه مع كريم ريجينكس بتاع البشره انت كده واخده نتيجه مليون الميه. طب نوصل للجمال ده كله ازاي يا نونا وانت حاطه العرض قدامك كده؟ اتنين غسول، وده الغسول اللي محير العقول اللي قلت لكم عليه، اتنين كريم بشره وصابونه ريجينكس. طيب العرض ده كله نوصل له ازاي يا نونا؟ كل اللي محتاجاه هتفتحوا الكيو ار. نفتحه ازاي؟ تفتحي كاميرا الموبايل يا ست الكل، ولو مش عارفه تفتحي كاميرا الموبايل وتخشي على الكيو ار وتدخلي تكتبي رساله، هقول لك حل حالا تاني دلوقتي. هنبدا ان احنا نقرب دلوقتي كده، ندوس على اللينك بالشكل ده اهو، ندخل على الصفحه على طول. ادي البوست اهو، بسم الله ما شاء الله الكومنتات عماله تزيد، وهو يا دوب لسه نازل من 8 دقائق. ادي الكومنتات عماله تزيد. ادي العرض بتاعنا ايه؟ اتنين بشره واتنين غسول معاهم الكريم اللي معاهم الصابونه الجباره هديه. طب لو انت مش عارفه تخش على الكيو ار اعمل ايه؟ ادي الرقم اهو يا ست الكل، خديه دلوقتي صوره اكنك بتصوري حد كده، وخديه صوره من على الشاشه بتاعت التلفزيون واحفظيه عندك، او اخلي حد من ولادك يكتبه لك واتصلي بيهم. ده عليه واتساب، لو عايزه تبعتي الاوردر على طول على الواتساب ابعتيه. عايزه تتصلي بيهم هتلاقيني برحب بيكي في الاول، وبقول لك لو عايزه تستفسري عن اي حاجه او عايزه اوردر دوسي على رقم 1، لو عايزه تطلبي اوردر على طول دوسي على رقم 2، لو عندك شكوى دوسي على رقم 3. واللهم لك الحمد والشكر يا رب. امسك الخشب، الشكاوي اللي بتيجي كلها عشان التاخير مش اكتر، وده فضل ونعمه من عند ربنا. لما تيجي الشكوى عشان المندوب ما متاخر عليك، او الاوردر بتاعك ما جالكيش بدري، او زي ما انت ما كنت متوقعه، احسن مليون الف مره لما يجي لي ان في شكوى في المنتج، ودي استحاله عشان انا عارفه انا بقول ايه، وارجع واقول ان ربنا سنده ما بيقعش. طيب نرجع نتكلم تاني، نرجع نتكلم تاني على الصابونه. نرجع نتكلم تاني عن الصابونه. الصابونه اصلا هديه مع العرض، وانا مش عايزه اقول اسعار، خشي على الصفحه او خشي على الرقم اتصلي بيه واعرفي السعر. واللي شافوا الحلقتين اللي فاتوا عارفين احنا بنتكلم عن ايه وموفرين قد ايه. احنا موفرين يا جماعه في العرض ده 650 جنيه، موفرين 650 جنيه. اي ست يعني بتفكر كويس، واي ست بتحسبها بالورقه والقلم، تعرف يعني ايه اوفر من العرض بتاعي 650 جنيه. مي اللي كلمتني امبارح وكانت عروسه وكان كاتب كتابها امبارح، وقدامها حوالي 21 يوم بالظبط، هم حددوا الفرح 21 يوم بالظبط علشان تتجوز، وبعتت لي صوره بشرتها. كان كاتب كتابها امبارح وكانت متضايقه جدا 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 ان بشرتها حاطه كميه ميك اب رهيبه، وهي مش متعوده اصلا تحط ميك اب خالص، حتى كميه ميك اب رهيبه ووشها باين عليه الكبر، وهي في الاول وفي الاخر عندها 24 سنه. وبعتت لي امبارح وبالظبط كده او باللفظ كده عامله لي استغاثه، اغيثيني الحقيني انا مش عارفه اعمل ايه.
الموضوع مش من يوم الفرح، هي مش خايفه من يوم الفرح، هي خايفه من بعد كده. كاتبه لي كده نونا، انا خايفه ان انا يوم الفرح هيبقى محطوط ميك اب زي ما عدت الليله بتاعت كاتب الكتاب على خير، يوم الفرح برضو ان شاء الله يعدي على خير، بس لما اقوم اغسل وشي الصبح مش هيعرفني، بشرتي متهالكه ومتدمره، بشرتي متهالكه ومتدمره، الحقيني وابعتي لي العرض وعايزاه باسرع وقت. دي احنا عملنا لها فاتوره استعجال على طول ان الاوردر يوصل لها النهارده، لان هي فعلا محتاجه العرض. لما حد يكلمك واكنك بالنسبه له القشايه اللي الغريق بيتعلق فيها، يبقى بص ده كرم من ربنا، ان ربنا حطك ان انت تكوني سبب قدام حد عشان يتعلق في قشايه، وانت القشايه دي ده كرم من عند ربنا، مش 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 شغل منك انت او مجهود منك انت، ده حاجه من عند ربنا. ان هي كاتبه لي كده في اول، اللي شد انتباهي للرساله كاتبه لي استغاثه. كلمه استغاثه دي انا دخلت، انا اللي كنت فاتحه الصفحه ساعتها، دخلت شفتها وقريت وبقيت ارد عليها، وفي ساعتها خدت منها البيانات وبعتها للشركه وقلت لهم الاوردر يوصل لها بكره. فلما تكون واحده عندها ثقه في ربنا في الاول وثقه فيا بعد ربنا ان العرض دوت هو المنقذ الوحيد ليها، عايزه ايه اكتر من كده؟ انا مش عايزه اي حاجه، والله العظيم ما عايزه اي حاجه. ربنا يكملك على خير يا مي، واي واحده مش شرط ان انت تكوني عروسه، اي ست بتحب تهتم بنفسها، اي ست حابه ان هي تجدد او تطلع الحلو اللي جواها، اللي السنين بتاعت الشغل والشقه بهدلته والكبر بان عليها والتجاعيد بنت عليها وكبر وعلامات تقدم السن بنت عليها، عايزه تمحي ده كله، تبداي ان انت تشتغلي على اللي احنا تبداي تشتغلي على اللي احنا بنقوله دوت. اللي انا بقوله ده ان هو عرض النهارده فرق فيه او وفر فيه 650 جنيه، اتنين بشره، اتنين غسول، اتنين بشره، الصابونه الجباره. بمعنى الكلمه، كلمه جباره دي قليله اصلا عليها. طيب عارف مستنيه الكلمه دي من بدري. الصابونه الجباره مكون هي ايه دي؟ لا استنى، ده انا هوريها لهم دلوقتي. ثانيه واحده اهي، انا عايزه اوريهم علشان مي امبارح كان سؤال برضو مهم هي سالته لي، هي الصابونه ديت انا لسه قدامي 21 يوم على جوازي، لما اقعد استخدمها ال 21 يوم هضطر ان انا اجيب عرض تاني احطه معايا في الجهاز علشان استخدمها واكمل بيها، وهل هي بتقعد قد ايه او استخدامها قد ايه؟ طيب بص يا مي، هو سؤال حلو جدا وهيفيد ناس كتير. الصابونه بتاعتنا دي بتقعد حوالي شهر ونص. بصي هي صغننه ازاي، بس بتقعد حوالي شهر ونص. ليه؟ لان بصي ادي الصابونه اهي، انا استخدمتها يوم الخميس تمام، واكني ما استخدمتهاش، استخدمتها واكني ما استخدمتهاش. الميه اهي، هبل ايدي كده. انا عارف وادي الصابونه اهي، بصوا بصوا، انا مش عايزه اكتر من كده، مش عايزه اكتر من كده، بتزفلط. بصوا شايفين، مش عايزه ان انت تعملي، يا ريتني كنت وريتكم ايديا قبل ما استخدم الصابونه. مش عايزه ان انت تحطي في دماغك ان انت يعني ايه تغسلي بصابون تاني، انا مش عايزاكي تدخلي الصابون التاني ده في البيت واستغني عن الشاور واستغني عن كل حاجه، انا مش محتاجه غير صابون تريجينكس. بتغسلي جسمك عادي وتستحمي عادي، وبعد كده قبل الشطفه الاخيره تمام، او قبل ما تخرجي من الحمام امسكي الصابونه وهو جسمك مبلول مشيها على جسمك. شايفين طراوه ورطوبه وريحه تجنن، مش محتاجه ولا تستخدمي مخمريه ولا تحطي جسمك عليه لوشن مثلا عشان ينعم ولا ان هو يفتح ويدي جسمك ريحه حلوه، الصابونه لما كل ده. بصوا المنظر شايفين ما شاء الله، حتى بعد ما شطفت ايديا، طبعا هي كده ما اتشطفتش كويس، بس الزفلطه بتاعتها والنعومه بتاعتها واضحه قوي في ايدي. فيا جماعه العرض دوت ما يتفوتش. ارجع واقول تاني، عرضنا النهارده اتنين غسول معاهم اتنين بشره عليهم الصابونه الجباره هديه. طب يا نونا انا لسه واخده عرض اصلا وعايزه الصابونه لوحدها، ينفع؟ ينفع، ينفع، بس نصيحه مني هي جوه العرض احسن بكتير واوفر، انت واخداها هديه، انت واخداها هديه، فمش عايزه اكتر من كده. ربنا يا رب يسعدكم دايما، وربنا يتملك على خير يا مي، ويتم فرحتك على خير، وتسلميلي تسلميلي تسلميلي على ثقتك فيا، تسلميلي على راسي والله العظيم الكلام اللي قلته لي امبارح، وربنا يا رب يسعد قلبك دايما واشوفك احسن الناس واحلى عروسه في الدنيا. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. اللي عايز العرض زي ما قلت لكم، طب ثانيه واحده يا حمدي، ماشي ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده،
اخر مره اهي، نفتح الكيو ار بسرعه، نعمل كده وندخل على اللينك على طول. اللينك على طول هيدخلنا على صفحه ريجينكس. نعمل كده، ادي البوست الله اكبر، عمال الكومنتات تزيد، معنى ان الكومنتات بتزيد يبقى العروض بتتاخد بسرعه، فنلحق نحجز الصابونه. ادي العرض اهو، 2 غسول 2 بشرة عليهم الصابونه هديه. نوصل ازاي لو مش عارفين الكيو ار يا نونا؟ ادي الرقم اهو، صوريه بسرعه دلوقتي وادخلي اكتبي على الواتساب الاوردر اللي انت عايزاه او اتصلي بيهم، هيوصلوا لك على طول. والناس اللي مسافره، والناس اللي مسافره مصيف تطلب الاوردر وتكتب لهم كده انا عايزاه استعجال علشان مسافره مصيف، علشان ده ما ينفعش ان انت تطلعي مصيف وصابونه ريجينكس ما تكونش معاكي. ربنا يا رب يحلي ايامكم دايما، اسيبكم بخير واشوفكم بخير، ويجدد لقائنا في حلقه جديده من بلد يوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه تطهر مصر. اسيبكم بخير واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.